في كل عيد أضحى ينتظرونك، يرقبون قدومك، أيتام ومحتاجون، معوزون ومتعففون، فاجعل من أضحية العيد للمحتاج نصيبا. ولما كانت وزارة الأوقاف معنية بأعمال البر، جاءت البداية لمشروع لحوم صقوق الأضاحي عام 2016 في عهد السيد الدكتور محمد مختار جمعة وزير الأوقاف المصرية، والذي قام بسن تلك السنة الحسنة، صك الأضحية، ليكون بمثابة توكيل من قبل شخص مقتدر إلى وزارة الأوقاف لإيصال أضحيته إلى من بحق يستحق. أكدنا على أن تصل اللحوم إلى المستحقين الحقيقيين من الأسر الأولى بالرعاية، فهي أمانة في أيدي الموزعين بعد أن خرجت من ذمة المتبرعين. شكر النعمة للمعطي أن يعطي أفضل ما عنده. فكرة خير تعاون في تحويلها لواقع رجال دين يبتغون بعملهم وجه الله تعالى من خلال توزيع اللحوم على المستهدفين من الأسر الأولى بالرعاية على مستوى الجمهورية، ويتسلم المتبرع إيصالا رسميا دون أي مصروفات إدارية. تقوم من خلاله وزارة الأوقاف بالتعاون مع وزارة التموين في شراء رؤوس الماشية وذبحها في الوقت الشرعي بأيام التشريق. هدفنا إنها توصل بهذا المستوى، مجمدة ليس فيها نقطة دم، يأخذها الإنسان المستحق كما يحب الإنسان الغني أن يأخذ أفضل شيء لنفسه. المشروع كويس، ها، بس لو استمر كده على طول عشان في غلابة كتيرة. كل سنة بيعملوا زي كده، كل سنة، وخير مغرقنا والله. هي العدسة الحلوة مليحة زلوة، يجعلها عيد سعيد على الكل يا رب، ويكفكوا شر المرض يا رب. ربما كانت تلك الدعوات سببا بعد توفيق الله وثقة أهل الخير في منظومة وزارة الأوقاف وزيادة حجم التبرعات من عام عن الذي يليه. أنا طبعا أرملة وظروفي مش مساعداني اشتري لحمه بصراحه، وما جيتش، بس الحمد لله هم ادوني. كتر خيركم وتشكروا على كل حاجه عملتوها، وعقبال كل سنه. نشكر وزير الاوقاف على كل حاجه وكل الناس الحلوه اللي قدمت لنا الخير للايتام النهارده. 3 سنوات فقط استطاعت خلالهم وزاره الاوقاف تحقيق اتزان المعادله واسعاد قلوب ملايين من المحتاجين للحوم كل عيد اضحى بمختلف عموم القطر المصرية، تصديقا لقوله عز وجل: بسم الله الرحمن الرحيم. فكلوا منها وأطعموا البائس الفقير. صدق الله العظيم.